أهلا بكم في قناتنا، قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. النجم السوري باسل خياط تعرف على حياته الشخصية والفنية ومعلومات ترونها لأول مرة عنه. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. باسل خياط ممثل سوري وصل بموهبته المثيرة للاهتمام إلى شهرة عربية وعالمية، وحجز له مكانا هاما في عالم الدراما السورية والعربية. ولد باسل خياط في 29 أغسطس عام 1977. عمره في 2019 42 عاما. برجه الفلكي هو برج العذراء. أما من حيث الطول فيبلغ طول الفنان باسل خياط 185 سنتيمتر. يحمل الفنان باسل خياط الجنسية السورية. ويقيم الفنان باسل خياط حاليا في الإمارات العربية المتحدة. متزوج من السيدة ناهد زيدان. ولد الفنان باسل خياط في حي شعبي في دمشق في منطقة شارع بغداد، واسمه كما ورد في الهوية باسل سمير الخياط. صورة الفنان باسل خياط تجمعه مع شقيقه الأصغر محمد، وقد أثارت هذه الصورة الجدل الكبير بسبب الشبه الذي يجمعه مع شقيقه. عمل الفنان باسل خياط ممثلا منذ سن الثامنة، حيث شارك في مسرح الأطفال وكان أول ظهور له مع حمزة أبو علي. تم رفضه في المعهد العالي للفنون المسرحية عندما تقدم لاختبارات القبول لأول مرة، ولكنه قبل في العام التالي بعد أن أثبت نفسه لنفس اللجنة. تخرج باسل خياط بنفس الدفعة مع زملائه من الفنانين مثل قصي خولي وسلافة معمار ونادين تحسين بيك. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold us. جمعته علاقة حب مع الفنانة التونسية هند صبري، وصرح باسل أن الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة هند صبري بعد ارتباط دام عامين ونصف. تزوج باسل خياط لاحقا من السيدة ناهد زيدان التي تحولت من معجبة إلى حبيبة، ومن ثم إلى زوجة، ورزق الزوجان بطفلين أطلقا عليهما اسم شمس وإيزابيل. اعترف باسل خياط بأن كل من يعرفونه لم يتوقع استمرار زواجه أكثر من 9 سنوات،
وأغلبهم ظن أن الانفصال سيحدث قبل نهاية العام الأول، حيث قال باز الخياط في لقاء صحفي عن زوجته: أنا لا أحب زوجتي، هي تمثل لي ما هو أسمى من الحب، وجودي من وجودها، تحدث بيننا مشاكل، لكنني واثق من أن لدينا المقدرة لحلها. فكر باسل خياط في الانتحار وهو طفل، وذلك بسبب شرائه لجاكيت يحبه كثيرا لأربعة مرات وكان يضيع منه في كل مرة، حيث كانت ظروف والده المادية صعبة، وشعر باسل بأنه تحامل بشكل زائد على والده، وأكد باسل أنه لم يفكر بعدها بالانتحار. شق الفنان باسل خياط طريقا صعبا خلال أيام مراهقته للوصول إلى أهدافه، حيث كان يبيع التين الشوكي على عرب متنقلة في شوارع دمشق. ويمضي باسل بعدها الساعات في إزالة الأشواك من يديه، أما اليوم فيؤكد أنه فخور بنفسه وبالمراحل التي قطعها ليصل للنجومية في العالم العربي. وكشف باسل خياط عن خضوعه لجراحة تجميل واحدة في منطقة الفك، مؤكدا أن طبيب التجميل الذي استشاره أعلمه بأن لديه تراجعا بدرجة ما في الفك السفلي. النجم السوري باسل خياط كشف مؤخرا خلال لقائه في برنامج فحص شامل مع غدا شلهوب عن معاناته من مرض حمى البحر المتوسط، وهذا المرض هو مرض جيني ليس له علاج سوى المسكنات فقط، ويصاب صاحبه بنوبات على فترة متباعدة من الصداع والتشنجات المعوية وارتفاع في درجات الحرارة. بدأ الفنان باسل خياط مشواره التلفزيوني منذ أواخر التسعينات، وتحديدا في العام 1995 في مسلسل كان يا مكان، كانت الانطلاقة الحقيقية له في العام 2000 من خلال دور عامر في مسلسل أسرار المدينة. وبرع باسل خياط أيضا في الأدوار التاريخية، حيث شارك في العديد من الأعمال منها أوركيديا والظاهر بيبرس وربيع قرطبة وصلاح الدين الأيوبي. وقبل دخوله التمثيل أكد باسل خياط أنه عمل في الخياطة كالكثير من أبناء عائلته، مشيرا إلى أنه لا يحب الكلام في السياسة كثيرا. تكلم خياط عن طباعي: فهو رجل لا يحب السهر كثيرا، قائلا: هذا طبيعي قبل الشهرة. وقال إنه يعيش حياته بشكل طبيعي ويحب الرقص والموسيقى وهو صاحب مزاج متقلب. يعتبر فيلم باب شمس عام 2004 بوابته الذهبية التي ساهمت في عبوره إلى الدراما المصرية. من أبرز مسلسلات الدراما المصرية التي شارك فيها الفنان باسل خياط مسلسل 30 يوم، مسلسل طريقي، مسلسل الميزان، ومسلسل الرحلة في العام 2018. الكثير من الجمهور لا يعلم الوجه الفني الثاني للفنان باسل خياط، فهو يعزف على لحن منفرد آخر، وهو ليس فقط يحب الطرب بل قام بغناء 4 أغاني سورية، وأولى أغانيه كانت بعنوان لما التقينا بالعام 2008 والأغنية الوطنية أنت أحلى أغنية ما في غرام.
شارك الفنان باسل خياط في لجنة تحكيم لأحد برامج المسابقات الفنية في التمثيل Arab Casting. انضم باسل خياط إلى برنامج التواصل الاجتماعي إنستغرام في أواخر العام 2015، ووصل عدد متابعيه إلى 1.5 مليون متابع في سبتمبر 2019.